لنا جيران كثيرا ما تكثر بينهم الخصومة بسبب الأطفال، فما هو توجيهكم؟ الواجب عليكم نصيحتهم وتوجيههم، وأن الأطفال يجب أن يوجهوا بالتي هي أحسن، وأن لا يكون النزاع بين الأطفال تسرب إلى النزاع بين الكبار. الواجب عليكم نصيحتهم وإعانتهم على أنفسهم وبيان الطريق السديد لتربية الأولاد وتوجيه الأطفال. جزاكم الله خيرا.